مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد اليوم راح تكون أول حلقة من فقرة جوك ترافل. نور ستارز متواجدة حاليا بلوس أنجلوس حتى تدرس في مدرسة نيويورك فيلم أكاديمي، حيث عم بتعيش أجواء وأيام كتير حلوة رفقة زميلها وصديقها الجديد بالمدرسة سلمان العتيبي، حيث صارت معهم قصص كتيرة بهالشهر منها مرض نور، حيث رح تشارك هالفلوقات معكم بقناتها بالأيام الجاي، حيث عم تتأخر بتنزيلها بسبب انشغالها بالمدرسة والدراسة بالبيت. أما ليلى مراد فاختارت هالمرة كندا لتكون وجهتها لتاخد إجازة وقسط من الراحة. هنودي أوسم وتوبس وعبدالله النعيمي ومعاد اختاروا إندونيسيا لتكون وجهتهم للسياحة والاستمتاع مع بعض، فشاركوا هالصور على انستغرامهم. نارين بيوتي قبل أسبوع سافرت عبلد جديد، سافرت على المالديف لأول مرة بحياتها، حيث كانت السفرة مدتها أسبوع واحد فقط، حيث شاركت هالصور على انستغرامها وستوريهات كتيرة من بينها تور بالفيلا اللي كانت فيها. اما اسوارة فرجعت من جديد على بيتها بدبي بعد سفرة كتير طويلة لبلدان مختلفة من بينها تركيا وامستردام. وصفا سرور متواجدة حاليا باسطنبول، حيث شاركت صور وفيديوهات كتيرة من هناك على انستغرامها. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.